7 أهداف لألمانيا، هدف واحد للبرازيل. هزيمة تاريخية قاسية كانت آخر ما تتمناه الحكومة البرازيلية واللجنة المنظمة لكأس العالم 20 في بلاد السامبا، ولا سيما أن غضب أقسام واسعة من الشعب البرازيلي عاد ليتفجر من جديد احتجاجا على تنظيم البطولة التي تشير التقديرات إلى أن تكلفتها فاقت 11 مليار دولار، لتكون بذلك أغلى كؤوس العالم تكلفة خلال 84 عاما. المحتجون يقولون بأن الحكومة قد بددت هذه الأموال دون طائل لتذهب إلى جيوب الفاسدين، ولا سيما مع اقتصاد برازيلي يعاني الأمرين، عوضا عن تحسين البنية التحتية المحلية وظروف السكن. وكانت هذه الاحتجاجات قد هددت انطلاق البطولة، حيث أن بعض الملاعب كانت لا تزال تبنى حتى بعد انطلاق فعالياتها، ناهيك عن تجاوز البطولة للميزانية التقديرية. وكانت أعمال شغب عديدة قد اندلعت في العام الماضي وعادت لتتجدد عشية انطلاق البطولة، وحصلت صدامات بين المحتجين وقوات الشرطة على خلفية طرد الآلاف من منازلهم لتوسعة بعض ملاعب البطولة. فهل يكون الخروج المهين للبرازيل هو القشة التي تقسم بعير رئيسة البلاد ديلما روسيف التي تتحضر لتجديد رئاستها للبرازيل لدورة ثانية؟